أخبار اليوم. أهم شخصية عام 2015. أهم شخصية عام في شخصية العام 2015 ما يبذله رئيس الجمهورية من جهود غير منكورة تجاه رجال الأعمال المتقاعسين، ولا أريد أن أعمم على الكل، فهناك رجال أعمال محترمين يمدون يد العون، لكن الأغلب الأعم لا يمد يد العون. عبد الفتاح السيسي طبعا، مفيش لا خيار عليه يعني. الفريق السيسي طبعا. طب حابب تقول إيه الرئيس؟ يعني أقول له كل سنة طيب إن شاء الله. الرئيس السيسي هو أهم شخصية في 2015 بكل اللي عمله لصالح مصر وصالح الشعب، وحقيقة يعني مش رياء ولا نفاق، ده راجل بيشتغل الوحيد، أنا أعتقد أنه هو الوحيد اللي بيشتغل وقلبه جامد أو قلبه كبير أو على الشعب بتاعه، وعايز كل الناس في مصر تبقى على مستوى أمريكا، مش بلد عربية كمان، أمريكا. فتح السيسي. حابب تقول إيه للرئيس؟ خد بالك من شعبك شوية بس. المواطن المحدود الأكثر احتياجا نوصل له ونخفف عنه، وإحنا إن شاء الله هنوصل له وهنخفف عنه. الرئيس السيسي طبعا. معنى الرئيس السيسي؟ بحبه من قلبي، عمل لنا طمين من غير فلوس، منزل لنا الأكل في الشوارع، وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. وأنا بقول له والله أنا واخد بالي منك أوي، لكل راجل ولكل ست ظروفه صعبة، وأنا مش بقول لك كلام يعني براضيك بيه كده، لا، أنا ببذل وبنبذل كلنا كل جهد عشان نصل إليك في المناطق المحدودة الدخل. السيسي، اشمعنى الرئيس السيسي؟ عشان شايفين الخير على قد ايه، شايفين البلد يعني ابتدت في كده امن كده وامان، قاعدين نمشي في الشارع. اهم شخصيه الطير اللي وقعت. كريستيانو رونالدو. ليه بقى؟ عشان هو مشهور، يعني لعيب كوره وكده، هو اكتر واحد مشهور في عندنا هنا في مصر. مرتضى منصور. ليه مرتضى منصور؟ عشان جاب الدوري للزمالك. والله ابرز شخصيه العام 2015 توفيق عكاشة. اشمعنى؟ نسبه تصويت في الانتخابات الرئاسيه، الانتخابات مجلس الشعب يعني. شايف ان دي يعني شخصيه اشهر شخصيه مع 2015؟ والله لا، في شخصيات كتير، بس طبعا يعني هو شخصيه العام يعني بالنسبه ان هو حصل اعلى اصوات في انتخابات مجلس الشعب على مستوى الجمهوريه.